هواي ناس قلدت الفنان الكبير سعد الحلي، لكن هذا الصوت الوراثي اللي البحة مال سعد الحلي مو أي واحد يجيتها، خاصة أنت عندك أرشيف والدك الله يرحمه أيضا من الناس المهمين اللي غنوا لسعد الحلي، وأيضا هو كان وحده فشي مميز. أكو جينات وراثية، أكو دم، فتلقاني من أغني سعد الحلي يعني أروح غير عالم، أتأثر بيه بشكل، أتذكر أيامه، أتذكر اللحظات اللي كان يدندن بيها. أها. أيام ذيك عظيمة يعني تاريخ حياتي. إحنا عندنا هدية بسيطة مقدمة من برنامجنا. هديتي يعني جيتكم فدوى العمر وشوفتكم يسلمك يسلمك. والهدية الأحلى من هذه أنه إحنا استذكرنا الفنان سعد الحلي بهذا المكان وبهذا البرنامج الجميل، والحلو أنه هذا البلد بكل مكان أكو تراث وتاريخ وحضارة فنية طبعاً. وثقافية صح. أنا أشكركم وأشكر MBC عراق على هذه المبادرات الجميلة وعلى هذا الاحتضان للفن والمحتوى الفني العراقي. يسلمك.